حقيقة أنا يعني اللقاء هذا عزيز علي، لأنه بجتمع مع أهل بلدي اللي حرمنا الزمن منهم والأزمة في سوريا من الاجتماع فيهم، وحاليا يعني الحماصنة موجودين في كل أنحاء العالم. طبعا هون في جالية حمصية كبيرة في شيكاغو، ممكن تعرفوا قسم منهم، بس اجتمعنا ببعض منكم في إدلب، ببعض منكم في دول تاني. إن شاء الله بنلتقي ببلدنا حمص وقت بتنقشع هالغمة هاي، الغيمة الكبيرة. بالنسبة طبعا لموضوع الكوفيد 19 والمتحور الجديد، متحور أوميكرون، يعني طبعا هذا ما هو أول متحور صار للفيروس الأصلي. الفيروس الأصلي مثل ما بنعرف بسموه الوايلد تايب، يعني الفيروس البري يعني، أو الأصلي، أو فيروس ووهان، اللي بدأ هو من مقاطعة ووهان في الصين بنهاية العام 2019، وانتشر بكل أنحاء العالم، وسبب حتى الآن حوالي 6 ملايين وفاة، مئات الملايين من الإصابات في مختلف أنحاء العالم. هاي الجائحة الأكبر لفيروس جديد انتقل من الحيوانات غالبا إلى البشر، مثل الفيروسات الثانية الجديدة، وانتشر في كل أنحاء العالم. انتشر بالطريق عن طريق التنفس، عن طريق الرذاذ، عن طريق الكلام غالبا، فبيسموه دروبليت ترانزميشن، يعني عن طريق الرذاذ اللي بيطلع وقت الواحد بيحكي أو بيضحك أو بيصرخ. أحيانا بينتقل عن طريق اللمس، إذا الواحد لمس وجهه بعدين لمس واحد ثاني، وممكن ينتقل عن هالطريق. بس الانتقال الأهم هو عن طريق جهاز التنفس، يعني عن طريق استنشاق الرذاذات الصغيرة اللي بتحمل الفيروس. وخلال فترة السنتين الماضيات، بالإضافة للوفيات طبعا والإصابات والدخول إلى المستشفى، يعني صارت في عنا عدة تطورات على الفيروس، يعني ممكن إنه نجملها بعدة أمور. الأمر الأول إنه هذا الفيروس فيروس ذكي ومتأقلم. بالمناسبة الفيروسات موجودة على الكرة الأرضية من مليار و500 مليون سنة، يعني 1.5 مليار سنة، مليار و500 مليون سنة. البشر بشكل عام موجودين على الكرة الأرضية من 150 ألف سنة، فموجودين قبلنا وبيعرفوا كيف يتأقلموا مع المتغيرات الكثيرة. فهذا الفيروس بالأصل يعني من عائلة الكورونا. عائلة الكورونا فيها 7 فيروسات سببت إصابات للبشر، من ضمنها 4 فيروسات بتسبب الرشح العادي، يعني وقت الواحد بيرشح 40-50% من الفيروسات اللي بتسبب الرشح هو فيروسات كورونا من عائلة الكورونا نفسها. الكورونا طبعا تعني هي العائلة التاجية، يعني إذا شفت أنت الفيروس تحت الميكروسكوب بتلاقي انه هو دائره محاط بتيجان، فالكورونا بالانجليزي معناتها التيجان، العائله التاجيه. الفيروسين الثانيين غير فيروسات الرشح هي فيروس السارز اللي صار بهونغ كونغ، بدا بهونغ كونغ وانتشر للصين ودول ثانيه من خاصه كندا بال 2009 يمكن، وسبب كمان مئات الآلاف من الإصابات. وفيات يعني كانت حوالي 20-30 ألف إصابة بالعالم، وكان متوقع أنه ينتشر أكثر، بعدين وقف عن الانتشار واختفى الفيروس. والفيروس السادس من ضمن العائلة هو الفيروس اللي سبب متلازمة الشرق الأوسط التنفسية، ميرس. بدأ انتقل من الجمال يعني بالسعودية الى البشر، وانتشر في الشرق الاوسط خاصه، وادى كمان الى اصابات شديده والى وفيات بعشرات الالاف، بعدين بالفتره الاخيره طبعا اختفى. وهذا الفيروس السابع من نفس العائله، مثل ما ذكرت، بينتشر عن طريق التنفس، بيؤدي الى اصابه الرئه خاصه والطرق التنفسيه العليا، بيؤدي الى ذات رئه بالناس اللي عندهم اصابه شديده، وهي ذات الرئه بتؤدي الى قصور تنفسي اللي بيحتاج المريض له للأكسجين، وأحيانا إلى المنفس الاصطناعي، وأيضا بتؤدي إلى إصابات التهاب متعمم بالجسم عند بعض الناس. وهذا الالتهاب المعمم بالجسم بيؤدي إلى إصابة أعضاء ثانيين مثل الكلية وغيرها، وأيضا بتؤدي إلى تخثر أو زيادة نسبة الخثار في الجسم، خاصة الخثار الوريدي وأحيانا الخثار الشرياني. هذا الخثار بسبب جلطات بالرجلين، بسبب جلطات بالرئتين،
وبيؤدي إلى أحيانا الوفاة. فالأمور هاي الثلاثة اللي هي ذات الرئة اللي بتؤدي إلى قصور تنفسي، التهاب المعمم اللي بيؤدي إلى اضطراب أعضاء أو قصور أعضاء، والخثار بيؤدوا إلى أحيانا إصابات شديدة والوفاة. نسبة الإصابة الشديدة اللي بتؤدي للدخول بالمستشفى بالفيروس الأصلي حوالي 20%، يعني واحد من كل خمسة بينصابوا بالفيروس ممكن يدخل بالمستشفى. وإذا كان الواحد متقدم بالسن أو عنده أمراض مزمنة مثل الضغط، مثل السكري، مثل البدني، مثل التهاب القصبات المزمن، النفاخة الرئوي، قصور الكلية المزمن اللي على الغسيل الكلي، أمراض السرطانات، ذكرت السكري طبعا، اللي عنده مثبطات المناعة بياخذوا مثبطات للمناعة، متقدمين في السن فوق السن الـ 65، يعني ممكن تكون نسبة إصابتهم بالإصابة الشديدة اللي تستوجب دخول المستشفى أكبر، ونسبة الوفيات أكبر. متى ما دخل الواحد على المستشفى بسبب الإصابة الشديدة نسبة الوفيات عنده بتكون أكبر، يعني حوالي 2-3% من الناس اللي بدخلوا للمستشفى ممكن يتوفوا. إذا دخل المريض للعناية المشددة نسبة وفاته حتى أكبر من هيك بكثير، يعني 40-50% من الناس اللي بيدخلوا على العناية المشددة وبينحطوا على المنفس الاصطناعي ممكن إنه يتوفوا. هذا بالفيروس الأصلي. طبعا الفيروس مع الزمن، مع خلال سنتين، وهي شغلة طبيعية عند الفيروسات، بصير عندهم طفرات جينية، يعني دائما إنه الفيروس عم يتكاثر بكثير بالجسم، وهالتكاثر الشديد بالجسم بيؤدي لأنه بصير أحيانا طفرة أو تحور بالجينات تبع الفيروس. فهاي بتصير يعني بشكل يعني متكرر جدا. إذا كانت هالطفرات هاي شديدة بحيث إنه حولت من شكل الفيروس أو طبيعته، يعني صار ينتشر أكثر أو أقل، أو سببت إنه زيادة الفوعة تبع الفيروس، يعني الفيروس بدل ما يسبب مرض خفيف ممكن يسبب مرض أشد، أو إنه خلت الفيروس يقاوم الأدوية الموجودة أو اللقاحات الموجودة، أو يعني يكذب على الجهاز المناعي بحيث إنه يدخل للجسم من دون ما يحس فيه الجهاز المناعي. هاي التغييرات بتسبب إنه الفيروس يسمى فيروس يا إما مثير للاهتمام أو فيروس شديد الخطورة. فخلال السنتين الماضيات صار في عندنا عدة فيروسات مثيرة للاهتمام، يعني صار في عندها تغييرات كثيرة، وفي عندك خمس فيروسات أو متحورات اللي هي شديدة الخطورة: ألفا اللي بدأ بجنوب أفريقيا، بيتا اللي بدأ بالبرازيل، دلتا اللي بدأ بالهند، وبعدين هلأ أوميكرون اللي غالبا بدأ في جنوب أفريقيا وانتشر لبقية أنحاء العالم. الأوميكرون ميزته مقارنة بالفيروسات المتحورات الثانية إنه حسب الدراسات الموجودة حاليا، وأنا حابب إنه أعلق على موضوع من هلأ، إنه العلم يبنى على الدراسات الكبيرة، يعني ما فينا نقول أنا شفت مريض صار معه كذا وكذا كذا وابني أنا معلوماتي على هالمريض هذا بيسموه انا يعني انكدوت، يعني قصه مرضيه. او حتى لو شفت 10 مرضى ما معناته انا ببني علمي على 10 مرضى، وانما العلم يبنى على عدد كبير من المرضى، والعلم احيانا بيتغير لانه المعلومات اللي عندنا اياها اليوم بجوز تختلف بعد اسبوع، بعد اسبوعين، بعد 3 اسابيع. فاحيانا الواحد بيقول طيب ليش دائما هيك عم تختلف المعلومات، واحيانا بتقولوا لنا اعملوا هيك واحيانا اعملوا هيك، لانه الدراسات الموجوده عندنا ممكن تتغير. حسب ما بنعرف حاليا انه هذا الفيروس الاوميكرون المتحور الجديد اوميكرون انتشر بسرعه اكثر من المتحور اللي قبله اللي هو المتحور دلتا، تقريبا 5 مرات اكثر للانتشار من متحور دلتا. وهذا امر مهم جدا، يعني اذا بتشوف نسبه الاصابات بدلتا وكيف بدات، بتبدا يعني عده اصابات بعدين بتتكاثر بشكل هيك تدريجي لحتى توصل للقمه. بينما هذا الفيروس أوميكرون هيك طالع يعني مثل الصاروخ بسبب إنه سرعة انتشاره أكثر بكثير. يعني بالولايات المتحدة الأمريكية محل ما أنا موجود من 3 أسابيع كان في عدة حالات أوميكرون، هلأ حوالي 80% من الإصابات الجديدة أوميكرون، فسرعة انتشاره أكثر بكثير من المتحور دلتا. من ناحية شدة الإصابة لحد هلأ المعلومات اللي عندنا إياها إنه شدة الإصابة أخف من دلتا، وهذا أمر جيد. يعني
مثير للتفاؤل. يعني بجنوب أفريقيا وببريطانيا وبالدنمارك وباسكتلندا، هاي الدراسات اللي عنا إياها لحد هلا أظهرت إنه نسبة الدخول للمستشفى ما ارتفعت كثير، رغم إنه في عندك إصابات كثيرة بين الناس، بس الدخول للمستشفى لحد هلا ما ارتفع، وأيضا نسبة الوفيات ما ارتفعت. طبعا ممكن تكون هالأمور هاي مسبقة للأمور اللي بدها تصير، ممكن إنه بعد أسبوع أو أسبوعين نلاحظ أو نشوف إنه والله نسبة الإصابات زادت أكثر أو نسبة الوفيات زادت أكبر، بس لحد هلا يعني الإشارات بتقولنا إنه هاي الإصابة ما أنا شديدة مثل ما كانت بالمتحور دلتا، وهذا أمر مهم جدا. الأمر الثالث اللي بيتغير اللي مختلف فيه المتحور أوميكرون عن المتحور دلتا، إنه مقاوم نسبيا للقاحات الموجودة، هذا طبعا أمر سيء أو أمر خطير. يعني نسبة مثلا عم أحكي على اللقاحات الموجودة في الغرب اللي هي فايزر والموديرنا والأسترازينيكا والجانسون أند جانسون، كلياتها نسبة مقاومة الفيروس إلى أكبر من متحور دلتا، فعاليتها يعني بتخف حتى ولو كان الواحد أخذ جرعتين تبعيتهم. يعني حسب الدراسات بإنجلترا إنه فعالية اللقاح فايزر مثلا نزلت من 80% ل 30% أو 25% بسبب الأوميكرون مقاومته للقاح تبع فايزر. بس الأمر كمان الجيد إنه إذا أخذ الواحد جرعة داعمة ثالثة البوستر بسموها، فهي بترفع من مناعته أكثر ل 70 75%، فأخذ المناعة الجرعة الداعمة ممكن إنه يرفع من المناعة. لحد هلا يعني الأمور الثانية ما أنا متغيرة، يعني ناحية الأعراض، أعراض الأوميكرون مثل ما ذكرت أعراض أخف، ممكن تكون رشح خفيف، ممكن يعني تكون أعراضه مثل الجريب العادي حتى أخف من الجريب، إلا بالنسبة للناس المتقدمين بالسن أو اللي عندهم عوامل خطورة مثل ما ذكرنا. علاج، ما في علاج للقاح حاليا، في دواء من جديد فايزر طالعته أبروف بأمريكا، إذا واحد أخده لخمسة أيام وقت بصير عنده الإصابة الخفيفة ممكن إنه يخفف من نسبة دخوله للمستشفى والتحول إلى إصابة شديدة. الأدوية الثانية اللي بنستخدمها الأدوية الثانية اللي بنستخدمها بالمشافي اللي هي ديكساميتازون والريمديسيفير والإنترلوكين 6 إنهيبيتورز، مثبطات الإنترلوكين 6 إرما، نفسها ما تغيرت بالنسبة للأوميكرون. حاليا في المستشفى اللي بشتغل فيها مليان المشفى بالكوفيد، بأمريكا في عندك ارتفاع كتير بنسبة الإصابات، ممكن يكون عدة عوامل أدت لارتفاع نسبة الإصابات حاليا في أمريكا وفي الدول الغربية وفي الدول يعني اللي هي شمال خط الاستواء اللي فيها فصل الشتاء، السفر، اختلاط الناس، وجودهم بأماكن مغلقة اللي بتؤدي لسرعة الانتقال، تراخي اتخاذ الاجراءات الوقائيه، لبس الكمامه والتباعد الاجتماعي. هالامور هاي كلياتها، وطبعا في عندنا نسبه الساعه متردده باخذ اللقاح، بامريكا في حوالي 30% من الناس لحد هلا ما اخذوا اللقاح، رغم انه اللقاح متوفر ومجاني بكل مكان بسبب انه يعني conspiracy theories، نظريات مؤامره منتشره احيانا، ارتباط اخذ اللقاح بوضع سياسي معين. جماعة ترامب يعني الجمهوريين ما بيحبوا بشكل عام أخذ اللقاح لأنهم بيعتبروه إنه مؤامرة من الديمقراطيين أو مؤامرة من بيل جيتس، والأمور هاي كلياتها اللي أنتوا عم تسمعوها بالسوشيال ميديا. وفي عندك ناس يعني أحيانا بينشروا هاي الإشاعات والمعلومات المغرضة والمعلومات غير الصحيحة، طبعا من ضمنهم أطباء، من ضمنهم ناس بأكاديميا. يعني شفت أنا كتير على اليوتيوب وعلى السوشيال ميديا والتيك توك ناس أطباء وممرضات وبيقولوا لك إنه هذا اللقاح ما بفيد واللقاح بيعمل هيك واللقاح بيعمل هيك، طبعا كله خرط وكله كذب، بس للأسف إنه الناس بتصدق هالأمور، خاصة إذا كانت صادرة من دكتور عيونه الزرق أو دكتورة بالغرب. وأحيانا هاي بتترجم هاي الفيديوهات للعربي وبتلاقيها بتنتشر هون بالدول العربية، والعالم بيحسبوها إنه كأنها والله هي الأصل، وبينسوا المعلومات
اللي عم تيجي من منظمة الصحة العالمية، والمعلومات اللي عم تيجي الموثوقة من المجمعات العلمية والمجمعات الطبية، المفروض أن ناخذ العلم منها وليس من أشخاص بس لأنهم بيحبوا الشهرة وعندهم أجندة معينة، أجندة سياسية، وأحيانا مدعومين من مجموعات سياسية أو مجموعات إلى هدف معين، من ضمنها روسيا مثلا. روسيا بتنشر هيك معلومات أنه أي شيء بيسبب الخلخلي أو الاضطراب أو التشدد أو التشتت أو التشرذم أو الكره أو نشر البغضاء بالغرب بتنشره روسيا، بتدعمه عن طريق الترولز تبعها بالسوشيال ميديا. فهذا الأمر لازم نحن نتنبه إليه بالدول العربية، بسوريا خاصة، لأنه هاي الأمور منتشرة أيضا عندنا، ونسبة التردد في أخذ اللقاح في إدلب كبيرة جدا، وأحيانا ترتبط بأمور إلى علاقة بالكلتشر، بالطبيعة، بالعادات، بالتقاليد، بالدين. أحيانا بيربطوها الناس بالدين، أنه اللقاح هو ضد الدين أو اللقاح حرام أو كذا، للأسف جهلا بالدين وجهلا بالعلم. فهاي الأمور لازم ننتبه لها أيضا ونتنبه إلى. من ناحية أنه شو لازم نعمل نحن، طبعا الأمر الأول أنه أخذ المعلومات من مصادر الموثوقة، المصادر الموثوقة اللي هو ما طبيب أو طبيبين أو واحد سمعت منه أو واحد حكى بالسوشيال ميديا، وإنما من المجمعات العلمية، من الناس الموثوقين، من الناس اللي عندهم باع بالعلم، اللي اختصاصهم الاختصاص هذا. إذا واحد صيدلي أو واحد اختصاصه جراحة أو واحد اختصاصه اندوكرينولوجي، غدد صم، وعم يحكي عن الأوميكرون، يعني الواحد بيقول طيب بجوز عنده شوية معلومات، بس أنت بدك وليس من فقط والله واحد سمع له القصة من جاره أو من جارته ونشرها بالسوشيال ميديا. أخذ المعلومات من المصادر الموثوقة. الأمر الثاني اتباع الإجراءات الوقائية اللي أثبت فعاليتها، لبس الكمامات، التباعد الاجتماعي، غسل الأيادي، هاي الأمور كلها لا زالت يعني هي الإجراءات الأساسية لمنع انتشار الفيروس. العزل والحجر، العزل بالنسبة المتعرض للإصابة، والحجر بالنسبة للمريض لمدة 5 أيام، ما في داعي ل10 أيام، 5 أيام بكفي لمنع انتشار الإصابة بين الناس اللي حواليه. أخذ اللقاح، إذا ما أخذت اللقاح أختي العزيزة وأخي العزيز، أخذ اللقاح برأيي أنا بهالأمر هذا فرض عين وليس فرض كفاية. كل إنسان لازم يأخذ اللقاح، ما في عندك حساسية لهذا اللقاح، ما بيؤدي إلى إصابات شديدة، ما بيؤدي إلى إصابات الموت، ما بيؤدي إلى تغيير جينه، ما بيؤدي إلى العقم، ما بصيب الجنين بالنسبة للمرأة الحوامل. فهاي الأمور كلها لازم نحن أول شيء يعني نعرفها بشكل جيد وننشرها بين الناس ونتسابق لأخذ اللقاح، لأنه أخذ اللقاح بيحميك أنت من المرض، من الموت، وبيحمي عائلتك والناس اللي بيتعرضوا إليك من المرض الشديد ومن الموت. وبالنسبة للناس اللي أخذوا اللقاحات يجب أن تأخذ هلأ الجرعة الداعمة، حتى ولو كانت من لقاح مختلف. الحقيقة الأفضل أنه تأخذ جرعة داعمة من لقاح مختلف. إذا أخذت اللقاح الصيني خذ لقاح الأسترازينيكا، إذا أخذت اللقاح الروسي خذ اللقاح الفايزر أو الموديرنا أو الأسترازينيكا إذا كان موجود. فالتسارع بأخذ الجرعة الداعمة لمنع انتشار الأوميكرون، حتى ولو كانت الجرعة الأخيرة اللي أخذتها من 3 شهور. يعني كانت أول شيء التعليمات أو المصادر الصحية بتقول إنه تاخذ الجرعة الداعمة بعد 6 شهور، هلا عم يقولوا 3 شهور، لأنه المناعة بتنزل تدريجيا بعد الجرعة الداعمة، بعد الجرعة الثانية. فإذا صار لك أنت آخذ 3 شهور الجرعة الثانية لازم تاخذ الجرعة الداعمة. ويعني إن شاء الله يعني بالمستقبل راح يكون في أدوية ثانية، يعني مثل ما ذكرت هاي الدواء الجديد تبع اسمه باكسليفيت اللي طالعته الفايزر من جديد، مثل الأدوية، مثل بصير يعني مضاد الحيوي بتاخده أول ما الواحد بينصاب، بيمنع من تطور المرض الشديد، فممكن تصدر أدوية تاني في المستقبل القريب. بتوقف هون بعتقد، يعني هاي معلومات كبيرة وكتيرة وهيك، وإذا كان في أسئلة نحن بالخدمة. السلام عليكم. عليكم السلام. أهلين دكتور زاهر، بعد زمان. سهلا، الله يسلمك.
ايه الله يسلمك يا رب. بس دكتور هلا زاهر هم ولا دكتور عبيده؟ نعم. بس دكتور زاهر، ضيقت واسعا يا رجل. هلا الله وسهلا. يسلمك، انا شفت الميكروفون عندك ميوت فقلت ما راح لا تسمع علي. راصد لك ترى باللحظه. الله يسلمك. اهلين ابو عامر، اهلين كل الشباب. الله يرضى عليك. بصراحه الدكتور زاهر يعني اعطى تقرير شافي وكافي ووافي عن المرض وعن اللقاحات. يعني بصراحه ما ضل في شيء، يعني شغلات علميه ما في داعي نحكيها، يعني الابحاث والارقام والشغلات هاي، بس الشيء المهم اللي حكى عنه اللي لازم ما يعني ما نتجاهله هو ضروره اخذ اللقاح وضروره اخذ اتباع وسائل الوقايه. والشغل الاهم اللي حكاها الدكتور زاهر انه ناخذ المعلومه من مصادر موثوقه، ما ناخذ قيل عن قال او من اشخاص دارين على الشهره. يعني شفنا نحن صار عندنا على المجموعه كذا مره صار في خلافات ومشاكل، يعني الشمس ما تتغطى بغربال. يعني الابحاث والدراسات ومنظمه الصحه العالميه والمنظمات والمجمعات العلميه في كل دول العالم يعني اقرت بالمرض واقرت بضروره اللقاح وهذا الحكي المؤامره وهذا الشيء. يعني نحن ما بيهمنا بغض النظر بدا المرض كمؤامره غير مؤامره، نحن في عندنا واقع الان، عندنا مرض، عندنا فيروس عم ينتشر عم يؤدي لقصور تنفسي عم يؤدي لوفيات، فنحن بدنا نتعامل مع هذا الواقع. هلا بالاخر مين عملته، الصين ولا مختبرات روسيه ولا يعني هذا ما بيهم. نحن بالاخير عندنا فيروس، لازم نتوقع، لازم ناخذ العلاج اللازم. يعني هلا نحن الحمد لله بالنسبه عندي انا بالنسبه لاوميكرون عم يحكي الدكتور زاهر، يعني انا مستغرب والله عندهم بشيكاغو هالعدد الكبير. انا الحمد لله لسه عندنا يعني نهايه موجه الدلتا، بس حالات قليله. بس هلا عم شوف انا التقارير عن الاوميكرون انه عم بيصيب حالات كثير، حتى بفلوريدا حالات كثير من الملقحين. ولكن الشغله الكويسه انه يعني الاصابات عم تكون بين خفيفه لمتوسطه، ما في القصور التنفسي اللي كنا نشوفه من قبل، والتليف الرئوي العبصير والاختلاطات. هذا بدل يعني انه اللقاح حتى لو جرعتين، يعني اللي اخذ الجرعه الاولى يلحق حاله بالجرعه الثانيه ويكمل على جرعه داعمه بعد 6 شهور او بعد 3 شهور، ايش ما كان متوفر. بالنسبه دكتور عبيده واتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه، الدعاء عم يصب عليهم صب، فانتم قاعدين بيناتهم ما بنعرف شو بصير. الله يحمينا الله ويحميكم يحمي الجميع. نحن طبعا هذا واجبنا، ونحن يعني ان شاء الله انه ماجورين بهذا العمل، يعني عم نساعد الناس هوني. يعني هذا كل شيء انا ممكن احكيه. يعني دكتور زاهر بصراحه ما خلانا شيء نحكيه، يعني الله يعطيه العافيه، مشتغل على المحاضره يعني الله يجزيه الخير. وانا ما في شيء ثاني عندي، يعني تفضلوا يعني شوف اذا في حدا ثاني حابب. جزاك الله خير دكتور عبيده، يعطيك العافيه دكتور عبيده. والله الامر اللي ذكرته امر مهم جدا، الموضوع اخذ اللقاح، انه موضوع ايضا الري انفكشن او بريك ثرو انفكشن اللي بيسموه، اللي هو يعني الاصابه بالفيروس رغم اخذ اللقاح. طبعا مثل ما ذكرت انه فعاليه اللقاح بالنسبه للمتحور، بالنسبه لهذا المتحور في 50 طفره مقارنه بالمتحور دلتا اللي فيه يمكن 6 أو 7 طفرات. فيعني طبيعته او شكله، خاصه البروتين اس اللي هو البروتين اللي عن خلاله بيدخل الفيروس للخلايا، متغير سبايك بروتين. تمام. بس مثل ما ذكرت اللقاحات تمنع من المرض الشديد من الوفاة، واللقاحات بتؤدي لخفة المرض، واللقاحات إذا أخذت الواحد الجرعة الداعمة أو اللقاح الجد يعني أخذ الجرعة السابقة من فترة قليلة بتمنع المرض بشكل كامل. ما بعرف دكتور زاهر إذا عندك عندي فكرة عن إنه نسبة بالأوميكرون، نسبة تكرار الإصابة لنفس الفيروس، تكرار الإصابة عند نفس المريض بعد الإصابة الأولى أعلى من غيره، ولكنها بتضل خفيفة يعني مش شديدة. في شيء دراسات أو هيك؟ أنا عم شوف تقارير بس لسه ما بعرف إذا في عندك شيء دراسات أو سمعت هيك شيء. يعني البريك ثرو انفكشن مثل ما ذكرت، نسبة الإصابة لنفس المريض اللي انصاب بالماضي، المناعة الطبيعية بالمناسبة طبعا بتخفف من فوعة المرض، ولكن لا تمنع من الإصابة الثانية، كأنه فيروس جديد يعني. فيروس فممكن تكون نسبة الإصابة أكبر، بس يعني أخف إذا الواحد مصاب من أول أو كان عنده لقاح.
هلا انا شفت اليوم او من يومين شفت دراسه طلعت من سانت لويس انه الفاكسينز اللي معتمدوا على ام ار ان اي عم بتكون الوقايه تبعهم افضل افضل من الباقي اللقاحات بالطريقه التقليديه، وعم تتحمل حتى التغيرات عم بتحاول بتغطيها بسبب انه بتعتمد على التي سيل هيلبر وبتعمل خلايا بتزيد خلايا الذاكره وهالحكي هذا. في شيء دراسات عن باقي الفيروس عن باقي اللقاحات عن اللقاحات سواء الصيني ولا الروسي ولا التركي، هلا التركي جديد ما بنعرف لسه شيء عنه. هلا اللقاحات الموجوده حاليا بالعالم يعني بتستخدم اربع انواع من التكنولوجيا لقاحات، يعني مثل ما بسموها اللقاح المسنجر ار ان اي اللي هو الار ان اي المرسال اللي هو الفايزر والموديرنا اللي هو عن طريق ادخال المسنجر ار ان اي اللي بيحض الخلايا على تركيب بروتين اس سبايك بروتين، وهذا البروتين اس بيسبب ارتكاز مناعي، فهذا يعني فعاليتهم بشكل عام احسن من فعاليه اللقاحات الثانيين بالعالم، وبالاوميكرون كمان نفس الشيء. بالنسبة للتكنولوجيا الثانية اللي هي DNA تكنولوجيا اللي بتدخل فيروسات وحاملة للDNA، وهاي الفيروسات هي اللي بتحض الخلايا على إنتاج البروتين S مثل الأسترازينيكا ومثل اللقاح الروسي سبوتنيك ومثل جانسون أند جانسون. فهاي اللقاحات بشكل عام جانسون اند جانسون انا راح احكي عنه فقط لانه المعلومات اللي بامريكا عندنا اياها على جانسون اند جانسون ما عندنا استرازينيكا، اخف بكثير من مسجر ار ان اي. حتى حاليا السي دي سي المركز الانتانات والاطباء والامراض في امريكا عم يقول انه ما تاخذوا وانما خذوا الفايزر والموديرنا، واذا كان واحد اخذه ياخذ جرعه ثانيه من الفايزر او الموديرنا. ف إذا كان الأسترازينيكا مثله واللقاح الروسي فغالباً المسجر آر إن إيه أحسن. وطبعاً النوعين الثاني من التكنولوجيا، واحد له الفيروس مموت يعني ميت مثل التكنولوجيا القديمة اللي نعرفها بكل اللقاحات اللي هو اللقاح الصيني، ولكن فعاليته مثل ما بنعرف أخف بكثير حوالي 50%. والتكنولوجيا الجديدة نسبياً وإنما هي قديمة هي البروتين S نفسه ينعطى عن طريق اللقاح، كمان عن طريق تكنولوجيا جديدة. حاليا في لقاح واحد نوفا فاكس، منظمة الصحة العالمية approved it يعني قالت انه جيد ويستخدم حاليا في اندونيسيا. ممكن يكون هذا اللقاح يعني يكون فعاليته كمان احسن من اللقاحات الثانية، ما بنعرف يعني هسه بدنا دراسات ثانية على الموضوع. انا لسه عفوا ليس هذا السؤال لأنه معظم الأخوة كثير منهم موجودين بتركيا، وتركيا اللقاحات متوفرة، هو اللقاح البايونتيك تبع فايزر أيوة، وفي اللقاح الثاني اللي هو موديرنا، اللقاح الصيني لا مش موديرنا، موديرنا مش متوفر، الصيني اللقاح الصيني اللي هو بيعتمد على التكنولوجيا القديمة الطريقة التقليدية بإنتاج اللقاحات. فأنا يعني دائما كنت أنصح الناس إنه لما بنعرض عليكم تختار، لأنهم بيخيروهم لما بدعوهم للقاح بيخيروهم إيش بدك البيونتيك ولا اللقاح الصيني، فأنا كنت دائما أنصح الناس إنه خذوا لقاح البيونتيك اللي هو تبع فايزر المعتمد على تقنية الـMRNA لأنه نسبة الوقاية منه أعلى بكتير. بوافقك أنا بهالطرح حسب المعلومات اللي أنا إياها. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير دكتور. الله يسلمك. وجميع الحضور. بارك الله فيك على ما قدمته من تبيان ونصائح حول هذه الجائحة. أسأل الله أن يعافي هذه الأمة أجمعين من جميع آفاتها الظاهرة والباطنة. كما أشكر البيت الحمصي ممثلا بالسيد عبد الله السباعي أبو عامر وجميع القائمين على هذا الصرح الكبير على ما يقدمه من مواضيع ومحاضرات قيمة ومفيدة في كافة المجالات. وبعد في 29/11 من الشهر الماضي أخذت الجرعة الثالثة للداعمي مطعوم فايزر، بعد ما كان مضى على أخذ الجرعة الثانية من مطعوم نفسه فايزر أكثر من 6 شهور. بدأت التأثيرات الجانبية من ثاني يوم من تناوله،
مع العلم انه الجرعه الاولى والجرعه الثانيه لما اخذتها ما صار في تاثيرات جانبيه ابدا. بدا الالم بموضع اللقاح طبعا، بعدين بعد يومين صار في صداع والام بالعضلات، عضلات جسم، مع كل يوم تزداد الاعراض. معي دكتور؟ معك ازدادت الاعراض، مفاصل وارتفاع درجه الحراره، وصلت درجه الحراره الى 41، وصار في سعال جاف مزعج. هالاعراض استمرت حتى 23/12 الشهر هذا، يعني من 3 ايام بدات تخف. الحراره راحت، السعال شبه وقف، الا ان الالام العضلات بعدها موجوده، بس لكن ما كانت مو بالشده اللي كانت خلال هذيك الفتره. كنت اخذ بنادول وسوائل ساخنه من زهورات متنوعه. من يومين اخذت بروفين 400، ريحني شوي، واخذت ابر الديبروفوس بتاميتازون مديد. الاعراض الحمد لله رب العالمين بدات تخف، لكن يعني هالشيء هذا اللي صار معي طبعا هو لا يقاس على كل الناس، ممكن واحد بالألف، واحد بال10,000، بس يعني هالشيء اللي صار معي بالجرعة الداعمة ما تفسيرها. بارك الله بكم والله يجزيكم الخير. لا سلامتك أول شيء. سلامكم الله. الله يسلمك. يعني طبعا عدة أمور، أول شيء غالبا يعني طبعا ما فيني أقول لك بالتأكيد، صار معك أنت إصابة بالمرض نفسه وليس يعني تأثير جانبي للقاح. إذا ما كنت عامل فحص للكوفيد جوز كان المفروض تعمله وقت بدأت معك. طبعا الإصابة بالمرض ليست ناجمة عن اللقاح، وإنما غالبا عن العدوى، يعني جوز تعرضت للعدوى، لأنه أعراضك هي أعراض وصفية للإصابة بالمرض خفيف. نعم. التأثيرات الجانبية للقاح صارت معروفة للقاحات ما فيها البيونتك، اللي هي يعني مرض خفيف لمدة 24 ساعة 48 ساعة غالبا، يعني ألم بمحل اللقاح، ارتفاع حرارة خفيف، ألم بالعضلات، إرهاق، أحيانا بصير شوية سعال خفيف جدا لمدة يوم أو هيك شيء، وجع بالحلق أحيانا. فهي الأعراض التأثيرات الجانبية للقاحات اللي بصير عند 99.9% من الناس، وأحيانا في ناس ما بصير عنده تأثيرات جانبية أبدا. وفي طبعا بعض التأثيرات الجانبية الشديدة اللي صارت كمان معروفة، خاصة بالنسبة للأسترازينيكا والجانسون أند جانسون، اللي هي الخثار الوريدة اللي بصير أحيانا في الجيوب في الدماغ، وممكن يؤدي إلى اختلاطات شديدة، اللي بصير واحد بالتقريبا 300-400 ألف، خاصة إذا كانت امرأة يعني شابة، هاي بصير عن نسبة التأثيرات الجانبية عندهم. وفي أحيانا بصير التهاب عضلي قلبي بشكل كمان نادر جدا بالنسبة للبيونتك وبالنسبة للمودرنا. فهي تأثيرات جانبية المعروفة. فاللي صار معك غالبا هو إصابة بالمرض أخي العزيز، وتعافيت منه يعني الحمد لله. يعني بجوز الأدوية ساعدتك، الأدوية العرضية، بجوز ما ساعدتك، بجوز ما يكون إلى تأثير، بس كان الأفضل إنه تعمل فحص وقت يعني تكررت لقاء التأثيرات أو استمرت لأكثر من يومين ثلاثة. لا والله ما عملت فحص. بسيطة، الحمد لله على السلامة. صار عندك هلا مناعتين، مناعة من الجرعة الداعمة ومناعة طبيعية بسبب المرض. أكرمكم الله، بارك الله فيكم يا دكتور زاهر، الله يحفظكم. السلام عليكم. سلام. شكرا كثير دكتور زاهر، الله يعطيكم العافية على المحاضرة الجميلة. شكرا. الله يسلمك. أنا ما عندي مداخلة بس عندي سؤالين صغار. أول سؤال إنه من الأفضل إنه غير نوع اللقاح حتى لو كان يعتمد على المسنجر آر إن آ، والسؤال الثاني هل في شيء دراسي عن تأثير تآزر بين لقاح الجريب الإنفلونزا ولقاح الكوفيد 19؟ وشكرا جزيلا. أهلين دكتور رشاد، صار لنا زمان ما حكينا معك، إن شاء الله هيك نشوفك بالخير.
اجتماع مع اخوك انا اكثر. الله يحفظك. الله يسلمك. طيب بالنسبه للسؤال الثاني، على علمي انه ما في يعني تآزر بين اللقاح الانفلونزا ولقاح الكوفيد، يعني لقاحين مختلفين تماما بطبيعتهم وبالنسبه للفيروسات اللي بيستخدموها، بالنسبه للتكنولوجيا اللي بيستخدموها، وطبعا فيروس الانفلونزا مختلف عن فيروس الكوفيد، فما في تآزر. بس بالنسبة للناس اللي المفروض ياخذوا لقاح الانفلونزا لازم ياخذوه بغض النظر يعني على الكوفيد. انا طبعا طبيب، الاطباء الممرضين، الناس اللي عندهم امراض مزمنة المتقدمين السن لازم ياخذوا لقاح الانفلونزا كل سنة ليمنعهم من الانفلونزا. بالنسبة للسؤال الاول، نعم حاليا يعني النصائح الطبية المبنية على الدليل بتقول لك انه اذا عملت ماتشينج يعني ميكس اند ماتشينج يعني خلط من اللقاحات، كنت اخذ انت اللقاح الصيني ولا اخذت البايونتك او اخذت المودرنا افضل. اذا كان واحد اخذ اي لقاح واخذ لقاح المسنجر ار ان اي افضل، يعني ينصح انه ياخذ مسنجر ار ان اي كجرعه داعمه او الجرعه الثانيه حتى اذا كان اخذ جرعه اولى من لقاح ثاني. بجوز ما يكون في فائده كثيره اذا كان الواحد اخذ لقاح مسنجر ار ان اي من قبل واخذ لقاح مثلا دي ان اي استرازينيكا او جانسون اند جانسون او اللقاح الروسي. يعني بعتقد اذا كنت اخذ ام ار ان اي تكنولوجي بايونتك او مودرنا خليك تاخذ منه الجرعه الداعمه الثانيه، الجرعه الثانيه والجرعه الداعمه الثالثه. في بعض الدراسات اظهرت انه المودرنا على الاقل بالنسبه لدلتا كان فعال شوي اكثر من البايونتك. يعني إذا كنت أخذ بايونتك بجوز تأخذ مودرنا بيمنعك من الدلتا، بس حالياً الدلتا يعني صار يعني تاريخ، وحالياً موجود الأوميكرون، وبعتقد إذا كنت أخذ فايزر خود فايزر، إذا كنت أخذ مودرنا خود مودرنا، ما في داعي تعمل ميكس أند ماتش. إذا كنت أخذ أي شيء تاني خود إذا كان عندك مجال بايونتك فايزر أو مودرنا. أنا لأنه أخذ بايونتك صار 3 جرعات، بس قلت إذا فيها حاجة ممتاز. الجرعة الرابعة غالبا راح تكون يعني موجودة بعد 6 شهور لأكثر من نفس الفايزر، وعم يحوروها بحيث أنه تكون مضادة أكثر للأوميكرون. طبعا مثل ما بنعرف أنه الدولة الوحيدة حاليا اللي خلت الناس تأخذ الجرعة الداعمة الرابعة هي إسرائيل، فبدأوا بتطبيق اللي عندهم هو الفايزر، عم يعطوا جرعة داعمي ثاني يعني جرعة رابعة للناس هناك. الله يجزيكم الخير، شكرا كثير دكتور زاهر. الله يسلمك. هل المناعة الطبيعية وأخذ المكملات الغذائية مثل فيتامين دال والزنك أفضل من أخذ اللقاحات؟ هذا الحقيقة أمر مهم جدا جدا جدا، لأنه عم ينطرح كثير بوسائل التواصل الاجتماعي، وعم ينشروا أطباء من اللي بيؤمنوا بالمناعة الطبيعية والطب المكمل والطب النبوي والطب الطبيعي. للأسف عم يؤدي ل يعني خلط بالمفاهيم، وأحياناً في أطباء كتير يعني عم يحكوا بهالموضوع بغير علم، بسبب إنه والله عندهم حماس لموضوع استخدام الأمور الطبيعية، الفيتامينات. في عالم بيكون عندهم طبعاً هني عندهم بدهم عم بيعوا فيتامينات فعم ينشروها، او عندهم ايمان ان الفيتامين الادويه مثلا بشكل عام او البيج فارما الى اجنده معينه، فبيقولوا لك انه كل شيء من البيج فارما ما راح ناخده، كل ادويه ما راح ناخدها، بدنا ناخذ بس ادويه طبيعيه مثل الثوم مثل الفيتامينات مثل كذا. طبعا يعني لا شك انه يعني في دور للتغذيه الجيده، في دور للتغذيه المتوازنة، في دور للتغذية اللي فيها فيتامينات، ولكن حاليا لا يوجد أي دليل يعني أو علمي على أنه فيتامينات معينة بتمنع من الإصابة بالفيروس كوفيد، أو بتمنع من تقدم المرض، أو بتحمي من المرض، أو بتشفي من المرض. فيتامين دال، فيتامين سي، فيتامين اي، زنك، هيدروكسيكلوروكوين، إيفرمكتين المضاد الدود، كل هاي أدوية أحياناً يعني في عندك عالم عم يدفعوا باتجاهها إنه هاي موجودة ولازم تأخذها وكذا، ما في أي دليل بيوحي. نحن بالمناسبة بأمريكا كن في ناس بتدفع بهالموضوع، كنا نستخدمها في بدايات الجائحة، فيتامين دي وفيتامين سي وفيتامين اي وفيتامين بي
والزنك، بس ما في أي دليل على أنها بتمنع من من المرض أو بتشفى من المرض. يعني التغذية المتوازنة، إذا عم تأكل فواكه وخضرة ولحمة ما في داعي تأخذ فيتامينات. إذا كان عندك نقص في الفيتامينات بسبب معين لازم تأخذ هاي الفيتامينات. نقص الفيتامين دي بشكل عام شائع خاصة بالناس اللي بيغطوا جسمهم، حتى في الدول المشمسة موجود في أمريكا بشكل شائع جدا نقص الفيتامين دي، ونقص الفيتامين دي بيسبب خفة المناعة تجاه بعض الأمراض. فإذا كان عندك نقص الفيتامين دي عاير الفيتامين دي. إذا كان ناقص لازم تأخذ جرعة كبيرة 50,000 وحدة كل أسبوع لمدة 4 أسابيع، وليس الجرعات الموجودة بالصيدلية يعني اللي بأخذها الواحد أوفر كاونتر. فهذا الأمور اللي حابب أحكيها، بس لازم نعرف كلياتنا أنه في عالم عم يدعمه أو يدفعه باتجاه الطب الطبيعي، وخاصة بين المسلمين، وربطه بالدين وربطه بالطب النبوي. وأحياناً هاي بيؤدي لخلل بالمفاهيم وعدم أخذ للقاح الموجود اللي هو بيحمي المرض الشديد، وتردد بأخذ الأدوية اللي عم نستخدمها واللي معروفة. يعني وأحياناً واحد بيقول لي إنه طيب البيك فارما عندهم أجندة، يعني الأدوية المنتجة للأدوية، الأدوية المنتجة للقاحات مثل فايزر، إنه عندها أجندة معينة إنه بدها تربح ببيع اللقاح تبعها، مشان هيك عم تنشر اللقاح تبعها. طيب في شيء حدي بتعرفه بحياتك أو شركي ما بيكون هدف الربح من وراء شغل اللي بتعمله؟ يعني هاي شغلة طبيعية، كل أدوية كل الشركات الأدوية هدفها بالإضافة إلى طبعا توفير الدواء واللقاح للمريض الربح، وإلا ما في شركة ممكن أنه تضل باقي على الوجود إذا ما كان عم تربح مصاري تعود عن المصاريف اللي عملتها بالأبحاث وما إلى ذلك. فموضوع الربح ما معناته أنه الأمر غلط أو الأمر في مؤامرة أو أنه والله في أجندة معينة أو المعلومات غلط، وإنما هاي شغلة طبيعية. نفس الأدوية اللي بتعملها فايزر للضغط وللسكري وللعنان الجنسية اللي بيستخدموها الناس من دون ما يفكروا فيها، أحياناً نفس هدول الناس ما بيفكروا أنه أنا عم أخذ هذا الدواء للضغط من فايزر، بس أنا متردد بأخذ اللقاح من فايزر لأنه بيعتقد أنه عنده أجندة. ففي عنا تضارب بالمفاهيم أحياناً بهالموضوع. يعني الجواب بعتقد طويل كتير، بس حبيت نبه عليه لأنه منتشر حالياً بوسائل الاتصال الاجتماعي. إذا كان عندك ربو تحسسي، إذا كان عندك تحسس جلدي، إذا كان عندك تحسس للأدوية، إذا كان عندك تحسس للأغذية، اللقاحات ما بتسبب زيادة التحسس. ما شفت ولا مريض صار عنده تحسس اللي هو بصير عنده حكي أو اضطراب تنفس بسبب اللقاح أو التوذم بالأغشية المخاطية. هذا التحسس معناته بس تحسس بالعقل تحسس من كلمة اللقاح تبع الكوفيد، اللي هو هاي أول مرة نحن نشوفها كأطباء إنه موضوع وقت تذكر لقاح الكوفيد العالم بتخاف، بما فيهم عالم بعرفهم. يعني أهلي أنا بحمص، يعني ضليت فترة حتى أقنع والدي ووالدتي إنه يأخذوا اللقاح لأن كانوا متخوفين. قنعتهم بعدين أخذوا اللقاح الحمد لله. أهلين خالي، هيا خالنا العزيز عبد الكافي. والله الشرف يا سيدي. الله يسلمك. الله يجزيك خير أبو أدهم على هالحضور. هذا الدكتور يا جماعة، دكتور عبد الكافي القصاب صديقي خال للدكتور زاهر، يعني مشان تعريف أكثر يعني صلة الوصل. يعني على أحدكم خاروف للبيت المنصور. الله يسلمك. بعضهم بس الله يسلمك. أنا خاله صحيح، بس بتشرف دائما في لأبو أدهم، دائما هو شرف إلنا يعني إن شاء الله. الله يحفظك وسلمك، نحن متشرف فيكم. أنا بس في عندي سؤال وتعليق. السؤال هو إنه في أي شيء داتا على أوميكرون؟ بكوني أنا أخصائي أطفال بموضوع الأطفال، هل في شيء تغير بالنسبة للأطفال؟ كان هذاك القديم كان إنه في حالات عم يعمل بعض الحالات طبعا نادرة كوزاكي، ما بعرف إذا في عندك أي معلومة. هاي أول سؤال. تعليقي أنا بس يعني على نقطة اللقاح، يعني نحن بالعادي هون صرنا في المملكة من سنوات كتيرة سنوياً بناخذ لقاح الإنفلونزا، مع أنه بنعرف أنه لقاح يعني الإنفلونزا ما يعني ما فيها أي، ما عمرنا فكرنا أنه
يعني والله عم ناخذ اللقاح لانه الانفلونزا ممكن تعملنا اي شيء. فيعني الان عم نشوف مثلا انا خالي الله يرحمه، زوج مثلا زوجة اخي مثلا اصيبت اصابة شديدة وكذا. طيب الدائرة الضيقة عم نشوف، يعني ما الواحد يطلع كثير على الدائرة، الدائرة الضيقة عم نشوف حالات مميتة وحالات شديدة. إذا لقاح الإنفلونزا نحن سنوياً بناخده للوقاية وما عمرنا فكرنا إنه والله هذا الإنفلونزا حيعملنا شيء. طيب هلأ بدنا نتردد يعني على لقاح الكورونا، أنا هذا التعليق يعني. الله يعطيك العافية. بالنسبة للسؤال الأول، حالياً ما في معلومات حول يعني مدى خطورة إصابة الأطفال. ظاهراً لا يوجد زيادة بنسبة دخول الأطفال إلى المستشفى أو إصابتهم بالالتهاب المعمم اللي سمعنا فيه باللقاح بالمتحور دلتا، رغم أنه يعني الإصابات حالياً خاصة من جنوب أفريقيا هي عند الناس الأقل تقدماً بالسن، يعني معظم الناس اللي انصابوا بجنوب أفريقيا كانوا شباب، بس ما في معلومات عن الأطفال أو زيادة نسبة دخولهم للمستشفى، واللي هو أمر مطمئن. بالنسبة للأمر الثاني، بعتقد الأمر له علاقة بعدة أمور، إنه شو السبب إنه هالتخوف أو التردد. بالمناسبة نحن عم نعمل دراسة حول موضوع التردد في أخذ اللقاح في شمال سوريا في إدلب، فممكن يبين معنا معلومات أكثر. بس انتشار وسائل التواصل الاجتماعي، مثل ما بتعرفوا بالفترة الأخيرة يعني أظهرت أيضا الدراسات إنه وسائل التواصل الاجتماعي خاصة الفيسبوك أدت ليست فقط إلى انتشار المعلومات المغلوطة والأجندات المعينة، وإنما أدت إلى زيادة الكراهية، إلى زيادة الجينوسايد، يعني الروهينجا اللي صار مع الروهينجا المسلمين بالماينمار سببوا انتشار الفيسبوك نفسه، صاروا العالم ينشروا أخبار على أنه هدول المسلمين وسخين وهدول المسلمين بدهم يقتلوكم وكذا، وأدت إلى زيادة الكراهية من الشعب البورمي الثاني، وأدى إلى إبادة الإبادي للروهينجا ومليون لاجئ في بنغلاديش، وطبعا شفنا هذا الموضوع في سوريا بشكل كبير. فهالانتشار وسائل التواصل الاجتماعي واستخدامها لنشر المعلومات المغلوطة أو الكاذبة أمر جديد، وهذا يعني في عندك مجموعات في الغرب بيسموهم الأنتي فاكسرز، مضادي اللقاح، اللي هني بيكرهوا اللقاحات بالأصل لأسباب معينة، لأسباب إلى علاقة بالحريات الفردية، إلى علاقة بأنه بحب الطب الطبيعي، إلى علاقة بأنه هيك بعقله أنه ما بده لقاح لأنه كل شيء مدخول للجسم أجنبي معناته هو هدف السيطرة على الجسم، في عالم تربطها بأنه الحكومات عم تحاول سيطر عليك عن طريق غرس مايكروتشيبس والأمور هاي كلياتها. وفي حوالي 2000 مجموعة مضادة للقاح بأمريكا لحالة، 2000، وهدول عندهم فاندينج وعندهم أجندة وعندهم تنظيم وعندهم كذا، وبينشروا هالمعلومات بشكل كبير، والناس اللي ما عنده دراية بالأجندة اللي وراها يعني بيقتنع فيها، مثل ما بشوفوا عم تشوفوا مظاهرات بالغرب ضد اللقاحات، مظاهرات في ألمانيا، مظاهرات في هولندا، مظاهرات في النمسا، مظاهرات في أمريكا، وربطها بالحريات الفردية. وفي ناس بالشرق يعني عنا بيصدقوا هالأمور، في ناس يعني صاروا كمان هني مروجي لموضوع المضادات للقاحات الأجندة، في ناس بيخلطوها مع أمور محلية إلى علاقة بالدين وإلى علاقة بالثقافة تبعيتنا وإلى علاقة بأنه هاي مؤامرة من الغرب أو CIA أو الصين أو اللي هو، فهاي سبب انتشار التردد بأخذ اللقاح، وهو أمر مهم جدا ليس فقط بموضوع التردد في أخذ لقاح الكوفيد، وإنما التردد في الأمور الصحية في المستقبل. يعني إذا ما قدروا الدول يتلافوا هالأمور هاي كلها، رح يصير في عندك تردد في أخذ الأدوية، تردد في الذهاب إلى الطبيب، تردد في الدخول إلى المستشفى، هالأمور هاي كلها ممكن تتأثر بسبب انتشار وسائل التواصل الاجتماعي. أنا حابب هيك أعلق تعليق حلو، بركي المتابعين يعني بيستفيدوا من التعليق. أنا من حوالي 3 أسابيع انصبت أنا وزوجتي وأولادي بالكورونا بسبب عدوى من صديق. الأولاد ما ظهر عليهم أي أعراض أبداً ولا أي أعراض، وتعافوا بعد 5 أيام، وأنا وزوجتي نحن أخذين اللقاح الدسي 1 والدسي 2.
أنا تعبت شوي صغيري، واللي خفف عني الأعراض وآلام الكورونا هو اللقاح. فأنا بنصح يعني كل الأصدقاء اللي عم يسمعونا هلأ اللي هني مترددين، أنا كنت من المترددين، يعني كنت كتير خايف من اللقاح، كوني أنا يعني ما عندي ثقة بأي حكومة، يعني ما عندي ثقة بالحكومات القائمة. ولكن بعد ما أخذت اللقاح صار عندي هلأ صار عندي يعني انطباع أنه اللقاح يخفف من أعراض الكورونا القاتلة بنسبة أكثر من 50%، وهذا الشيء بيّن معي أنا وزوجتي. زوجتي ما تعرضت لأي أعراض سلبية، أنا تعرضت لشوية أعراض، واللي كان سبب تخفيف الأعراض هو اللقاح. الله يعطيك العافية يا سيدي، شكرا كثير. وبعتقد يعني هذا واجبنا بالنسبة للناس اللي صارت عندهم تجربة معينة، أصيبوا أهلهم أو أصيبوا كذا، إنه يذكروا للناس التانيين شو صار معهم. التجارب الشخصية والقصص الشخصية ترى بتفيد، يعني ممكن شخص واحد يسمع الحكي هذا ويأخذ اللقاح ويحميه من الموت. فأحيانا الواحد بيذكر ربما مبلغ أوعى من سامع ما بيقوله، فأحيانا الواحد بيذكر قصة بينشرها مع الناس بتأدي لحماية الناس من المرض الشديد والموت. نعم، بس في عندي هيك سؤال حابب أسألك يا دكتور أبو أدهم، الله يعطيك العافية. في شيء مثلا الواحد بيقدر يستخدمه للسعال التحسسي اللي هو صار من الكورونا بعد المعافاة من الفيروس؟ حاليا يعني إذا كان الواحد بالأصل عنده استعداد للتحسس ممكن يصير عنده سعال لفترة يستمر عدة أشهر. نعم. أحيانا نعطي نحن كورتيزون لأسبوع أو أسبوعين، أحيانا نعطي بخاخات كورتيزونية يعني استيرويدات. ف يعني إذا كان السعال مزعج جدا ممكن تأخذ كورتيزون أو بريدنيزون لمدة أسبوع وتشوف إذا هاي بتروح المرض. إذا ما كان عندك إذا كان عندك ضيق نفس يعني بجوز تعمل فحص وظائف رئة إذا كان متاح الأمر، يعني بس عشان تأكد إنه ما عندك ربو ما له علاقة يعني بالكوفيد. بس بشكل عام يعني الكورتيزون لمدة أسبوع وبخاخات الاستيرويدية ممكن إنه تفيد. نعم، شكرا كثير لك دكتور زاهر. يا أهلا فيك. شكرا على المداخلة من البيت الحمصي. يعني أختي العزيزة أخي العزيز، يعني إذا حد هلأ ما أخذ اللقاح أو الناس حواليك ما أخذ اللقاح، يعني ما بعرف شو بده الواحد لحتى معلومات لحتى يقتنع بهالموضوع. يعني مثل ما ذكرت اللقاحات بشكل عام فعالة خاصة ضد المرض الشديد، ضد الوفاة. التأثيرات الجانبية بسيطة، التأثيرات الشديدة هي نادرة. في عندك مجموعة من اللقاحات ممكن تختار منها، إذا ما عجبك الروسي خذ الصيني، إذا ما عجبك الصيني خذ الألماني أو الأمريكي، إذا ما عجبك خذ التركي، إذا ما عجبك خذ الأمريكي اللي هو، ففينك تنقي منها يعني. بس ما بعتقد حاليا في أي عذر لواحد إنه ما أخذ اللقاح، ما في أي عذر صحي، ما في أي عذر ديني، ما في أي عذر شرعي، ما في أي عذر أخلاقي. بالعكس يعني بعتقد كسياسة صحية المفروض إنه اللقاح يفرض. أنا لو كنت مثلا رئيس دولة أو مفتي بفرضه على كل الناس، يعني لأنه عم تمنع الناس من الموت. يعني في عندك مرض بيؤدي للوفاة، أدي إلى وفاة أقل شيء 6 ملايين شخص بالعالم. بأمريكا 800 ألف شخص. تصور أمريكا أكثر دولة صار فيها وفيات بسبب الكوفيد رغم التقدم الصحي. وعندنا بسوريا المفتي يأخذ برأي 3 أطباء ثقات. نعم، يفتي بذلك. يعني أنت تواصل مع المجلس الإسلامي السوري؟ لازم هذا يعني ضروري. ما تواصلنا هذا الكلام ما ليس يعني كلام في الهواء، وإنما كلام في الواقع وفي الصميم، ويجب أن يكون هناك تواصل وتعاون لتعم الفائدة ونتجنب الويدات التي قد تحصل. نعم، ذكروا لي بعض الإخوة في إدلب خاصة، أنه خاصة بداية الأزمة كانوا الأئمة من الناس اللي نشروا المرض بسبب يعني سوء فهم للدين، اللي يقولون ان الناس تعوا على الجامع وما تكون في تباعد اجتماعي وما تحطوا كمامات ومن هالامور هاي كلياتها، لانه نحن اللي نتوكل على الله والله بيحمينا، رغم انه هذا كله مخالف للدين ومخالف لحق التوكل ومخالف للسيره النبويه. التوكل ولو تداخلت هكذا باعتراض بسيط او معترضه ليس باعتراض، يعني بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، هذا تحصين من رسول الله صلى الله عليه وسلم موصولا برب العزة عز وجل، لا شك في ذلك أبدا. ولكن هذا
الدعاء وهذا التحصين الرباني النبوي لا يمنع من أخذك في الأسباب، بل نحن مأمورون بالأخذ بالأسباب. نعم، ما قاصد شو؟ الأخذ بالأسباب المعنوي مع اعتقادنا التام أن الدعاء هو أقوى من أي سلاح وأنجع من أي دواء، لأنه موصول برب العزة عز وجل، ولكن نحن أيضا مأمورون تداووا عباد الله، فما أنزل الله من داء إلا وأنزل له دواء. نعم، المقصد الأساسي للشريعة أخي أبو عامر مثل ما بتعرف ما بيعرف الشباب، المقصد الأساسي للشريعة وكل يعني الأمور الفقهية والعبادات هي الحفاظ على الدين والحفاظ على الحياة، الحفاظ على الحياة. فكل الأمور الدين إذا الواحد أدى إلى أنه يفقد حياته ما بهم، إن شاء الله تروح أنت تصلي 5 صلوات بالجامع وما أخذت اللقاح بسبب يعني سوء فهمك للدين، وأدى هذا لإصابتك للمرض، وأنت عديت والدك أو والدتك وماتوا بسببك، مين المسؤول؟ معناتها أنت المسؤول، قتلتهم بشكل بسبب جهلك للأمور. وهاي الأمور سمعناها كثير، يعني ناس مسلمين وناس بيروحوا وبيصلوا وبيصوموا وبيحجوا ونشروا المرض لأهلهم، نشروا المرض لعائلتهم، أديت إلى وفاتهم أو وفاة أهلهم. الحجر واجب شرعي دكتور. الحجر نعم. واجب شرعي، ليس يعني أنه أمر طبي فحسب. نعم. يعني إنسان يعرف حاله مصاب ويدخل على ناس أصحاء، هذا في إجرام. صحيح. في سؤال أخذ اللقاحات للأطفال من 12 سنة وأقل، يعني طبعا كمان هون بأمريكا عم يعطوا اللقاحات، وصار في هلأ نصائح مبنية على الدليل على أنه لقاح الفايزر يعطى للأطفال بين 5 إلى 12 حتى أقل من هيك، فهذا الأمر جيد وعم طبقه بأمريكا. طبعا يعني الوفاة بالنسبة للأطفال بالكورونا أقل بكثير من الوفاة بالنسبة للمسنين، ولكنها موجودة، وأحيانا مثل ما ذكر الدكتور عبد الكافي بصير عندهم التهاب معمم إذا أصيبوا بالكورونا حتى ولو ما يعني صار عندهم اختلاطات شديدة، وأحيانا ممكن يؤدي إلى اختلاطات طويلة الأمد ما بنعرفها حاليا، فأخذ اللقاح للأطفال ينصح فيه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يعطيك العافية. بالنسبة للجرعة الثالثة الداعمة، إذا واحد عمل فحص وطلع معه مصاب بالفيروس المفروض يستنى ياخذ اللقاح الثالث الداعمي ولا ياخذه فورا؟ ما رايكم في هذا؟ سؤال جيد، جيد جدا بصراحه. في عندك يعني هون رايين، راي بيقول لك انه الاصابه بالمرض تعنيك بتعطيك مناعه طبيعيه، يعني جرعه زياده بالمناعه لفتره، هاي الفتره ممكن تكون شهر شهرين ثلاثه، فعندك هالشهرين او ثلاثه يعني فينك تستنى لحتى تاخذ جرعه داعمه. والراي الثاني بيقول لك انه المناعه الطبيعيه ما انا شديده او قويه مثل المناعه الناجمه عن اللقاح، يعني مناعه اللقاح مناعه افضل بتحميك اكثر خاصه من متحور اوميكرون، فحتى ولو اصبت بمرض ممكن انه تاخذ جرعه داعمه لتكون مناعتك اقوى. انا من الناس اللي بيرجحوا الراي الثاني، انه حتى ولو انت صار عندك اصابه بالمرض الافضل انه تاخذ جرعه داعمه، يعني بعد اسبوع او اسبوعين من الاصابه وقت يعني بترجع لطبيعتك بتعطيك يعني مناعه اقوى واكبر واطول من المرض. السلام عليكم، يعطيك العافيه. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. جزاك الله دكتور، يعطيك العافيه، الله يبارك فيك، محاضره طيبه وجميله ومعلومات مفيده. في عندي استفسار دكتور، قبل فترة انتشرت فيديوهات من الناس المعارضين لأخذ اللقاح، كانوا بيقولوا إنه مكان التطعيم بتلصق العملة المعدنية بيلصق على مكان التطعيم، هذا الكلام، كانوا بيجيبوا قطعة في الفيديو بحطوها مكان التطعيم بتلصق، في مكان غير التطعيم ما بتلصق، فهل هذا صحيح؟ وإذا كان صحيح شو تفسيره العلمي دكتور؟ الله يجزيك الخير. شو رأيك أنت؟ والله انا استغرب من هذا المنظر يعني، لكن يعني كلام صراحه ما بدخل العقل يعني، عشان هيك انا بس انتشرت بفتره كثيره يعني، انتشرت بشكل غريب يعني يعني الصراحه انا اللي بستغربه وممكن انتم كمان انتم مستغربينه، انه في امور صارت لا منطقيه ابدا صاروا الناس يصدقوها. يعني موضوع هذيك المره في واحد هون امريكي بده يقنعني انه إلى علاقه هاي موضوع اللقاحات
بموضوع ال شو اسمه هذا الجي جي 5، انه الصين وامريكا عم يتسابقوا على موضوع الجي 5 الانترنت يعني، وانه هاي اللقاحات لها علاقه بالجي 5. فهو الزلمه مقتنع فيها انه هاي الامر هيك، او انه والله بيل جيتس اللي هو عنده يعني مصاري يمكن ما بتاكل النيران، اذا بده يصرف كل يوم مليار دولار من هلا ليموت بضل عنده مصاري، وانه هو عم عنده هالاجنده هاي مشان يسيطر على العالم بيل جيتس. او نفس الشيء فاوتشي اللي هو يعني راح يموت بعد سنه او سنتين لانه عمره 80 سنه، انه بده يسيطر على العالم. فيعني صار في عندك امور غير طبيعيه، وانه لا احيانا انه ناس من الفضاء بدهم يسيطروا على العالم عن طريق غرس اللقاحات او المايكروتشيبس. اخي الانسان يعني لازم يكون عاقل، ولازم يعني يضع الامور بموازينه ويقول يا ترى هل الامر هذا معقول، يعني معقول الحكي هذا، انه طيب طب شو الهدف منه؟ حتى ولو كان في والله بعض الامور المعدنيه في اللقاح، يعني شو هالمشكله؟ يعني ما هو نعم ناكل نحن حديد بالسبانخ وبالخس وباللفت فيها حديد، كل الاغذيه اللي بناكلها فيها معادن يعني، والمعادن جيده بالنسبه، بس هاي اللقاحات ما فيها معادن. لقاحات حسب يعني الشركات اللي عم تنتجها والناس اللي شافوها ما فيها معادن، وما بتسبب انه والله المعادن راح تلتصق او هيك شيء. فيعني غريب جدا يعني والله. نعم غريب ان انتشر الدكتور يعني بشكل كانت يعني هو يعني. يا هو مثل ما بتعرف السوشيال ميديا يعني، وهي امر لازم يعني بصراحه ندرسه بشكل جيد، ولازم انه نقدر انه نمنع المخيف. كل ما كان البوست او الفيديو مثير للغرابي او مثير للغرائز كل ما انتشر اكثر، لانه اللوغاريتم تبع السوشيال ميديا بيوجه الترافيك يعني العالم اكثر وقت بيكون في عندك فيديو او بوست كتابي مثيره للغرائز او الكراهيه او الحب او اللي هو او غريب جدا، بصير عندك لايكات اكثر فبينتشروا بشكل اكثر. طبعا الهدف هو بالنهايه انه العالم يشتروا او يشوفوا الدعايات اللي من الشركات اللي عم تدعم السوشيال ميديا. فهذا موضوع اللوغاريتم اللي بالسوشيال ميديا موضوع مهم جدا، وبيؤدي لانه الناس بشكل لا شعوري مع الزمن بتصير تصدق كل غريب، بتصدق كل شيء مثير للغرائز، بتصدق كل شيء مثير للكراهيه، بتصدق كل شيء اللي هو ما له منطقي، لانه كل السوشيال ميديا عم توجهك عليه، عم تقول لك شوف هذا شوف هذا شوف هذا. فبصير بغير لا شعوري الواحد يصدق هالامور هاي اللي ما كنا نصدقها او يعني نستسخفها من 10 سنين ومن 15 سنه. هلا العالم عم تصدقها، والعالم تلاقي واحد مهندس وواحد دكتور وواحد كذا بيقول لك والله انا شفت هيك فيديو وهيك عمل. فيعني الواحد يعني لازم يكون واعي للأجندة تبع السوشيال ميديا أورغانيزيشنز. أنا هاي بعتقد إنه هذا أمر خطر جدا على عقولنا وعقول الناشئة. دكتور ممكن تعطينا إضاءة عن حالة الكورونا في سوريا؟ ولو سوريا ماذا عندك يعني معلومات؟ مثل ما نعرف سوريا حاليا يعني هي ثلاث دول أو أربع دول، يعني في عندك سوريا اللي هي المنطقة اللي نظام يعني مسيطر عليها، 60% من الأراضي السورية حوالي 13 مليون شخص. في عندك شمال غرب اللي هي إدلب وشمال حلب، في عندك المناطق التركية اللي هي نبع الفرات وغصن الزيتون ونبع السلام، وفي عندك الشمال الشرق اللي مشرف عليه المجموعات الكردية العربية. فكل كل دولي دويلي يعني الوضع فيها خصوصي. بشكل عام الكوفيد انتشر بسوريا لثلاث موجات، هلا الموجة الأخيرة يمكن خفت نهايتها سواء كان في إدلب أو في سوريا، بس انتشرت بشكل كبير. عدد الوفيات بكل سوريا اللي هو الموجود يعني على الإنترنت وكذا بجوز يعني 10,000 أو 15,000 بكل سوريا، بس هو طبعاً أقل بكتير من العدد الأصلي. يعني مثل ما بنعرف كلياتنا بنعرف ناس توفوا بسبب كوفيد، وكل يوم في نعوي أو أكثر على الإنترنت، فبجوز العدد الوفيات تكون أكبر بكتير من هيك. يعني باليمن والدول الثانية المتخلي في نفس الشيء، يعني عدد الوفيات الأساسي أكبر بكتير من العدد الرسمي. عدد الإصابات أكبر بكتير لأنه نسبة التستينج يعني
فحص وفحوص المخبرية لإثبات الكوفيد قليل كتير. فإذا بتشوف على الإنترنت إنه والله حوالي 200,000 انصابوا أو هيك شيء، طبعاً أقل أكثر بكثير الناس اللي انصابوا. وحالياً مثل ما ذكرت هي في نهاية الموجة، ذكر الدكتور عبيدة يمكن نهاية الموجة الثالثة اللي هي غالباً متحور دلتا. يعني كنا نتوقع الحقيقة إنه يكون في عنا يعني رغم إنه الأمر سيء كنا نتوقع إنه يكون أسوأ من هيك، بس بلطف الله سبحانه وتعالى بجوز لأمور مختلفة بسبب أنه ما في سفر كتير وما في اختلاط كتير بالأصل بسوريا، ما في تعرض، بجوز في تعرض لفيروسات تانية مشابهة أدت إلى زيادة نسبية بنسبة المناعة، هاي أدت إلى يعني خفة الأزمة أو الجائحة في سوريا مقارنة بالدول الثانية، بس ممكن تكون تتطور بالمستقبل بشكل أسوأ. يعني ما الواحد يأخذ الأمور هاي وخلاص يقول ما بدي أخذ اللقاح لأنه نحن سوريين محميين من الله، مثل ما سمعنا أحياناً الله سوريا الله حامية. طبعاً المسلم بيؤمن بالله وبيؤمن بالقضاء والقدر وبيؤمن بالدعاء، بس ما معناته ما لازم يحمل الأسباب، بس معناته ما لازم يحمل الأسباب، وخاصة اللقاح اللي هو حالياً متوفر ومجاني على علمي. بس سؤال للدكتور زاهر، أنا بتركيا شفت كذا مريض سوريين طبعا يصير عندهم اختلاطات للكورونا، غالبا يصير عندهم يعني آفات كهفية بالجانبين تتطور بسرعة وتؤدي إلى الوفاة خلال فترة قصيرة. أنا واحد منهم سمحوا لي أدخل ونظارته يعني، ولكن مشكلة عندهم الفحوصات اللي يعني you cannot control، يعني تبعت السامبل بتقول لهم أنه بدي مثلا دراسات فطرية بدي كذا، يقولوا لي لا لا هني بيعملوا بالجامعة بيعملوا شو بيعملوا ما بعرف، فما اجى التشخيص. ولكن انا يعني توقعت انه يكون هو المايكوسيز يعني اللي بصير وما في شيء بوقفه، يعني كان عم ياخذ المريض يعني كل الانتي بايوتكس المعروفه، انتي تي بي ميديكيشن، انتي فانجل تريتمنت، امفوثريسين بي اي في، كل شيء كان عم ياخذ، واستمر الانحدار وتوفى المريض بعد شهر. عم بيصير نعم. شفته واكثر من حالي في غازي عنتاب، انا الدكتور اللي كان عم يعالج اللي كان عندي 5 حالات نفس الشيء توفوا مع احسن تساوي شيء. عم بتشوف هيك شيء هون بامريكا؟ نعم شفنا، لانه هذا الشيء مهم للسوريين يعني نحن، لانه كانه نحن ما بعرف تفضل. نعم شفنا عده حالات عندي بالمستشفى لناس صار عندهم الاسبرجيلس اللي هو التهاب فطري في الرئتين وغالبا مميت احيانا رغم المعالجه. المشفى بس ما شفت انا ميوكورميوكوسيس، شفت اسبرجيلوسيس بامريكا خاصه بالناس اللي اخذوا الاكترما وقسم منهم اللي كان عندهم بالاصل امراض رئويه مزمنه برونكيكتسيس، فصار عندهم، وطبعا رغم المعالجه المضادات الفطرية توفوا للأسف. واحد سوري طبيب عمره 70 سنة كان يعني healthy completely، ما كان عنده أي أمراض غير bronchiectasis mild bronchiectasis، فدخل المستشفى صار معه كوفيد شديد وضل شهرين بالمستشفى، بعدين صار عنده أسبرجيلوس وبعدين للأسف توفى. أوكي بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. الحمد لله رب العالمين القائل في محكم كتابه وإذا مرضت فهو يشفين. الحمد لله القائل في محكم كتابه وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. نحمده سبحانه وتعالى حمداً طيباً مباركاً فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شاء من شيء بعدهما.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد القائل في الحديث الشريف: تداووا عباد الله، ما أنزل الله من داء إلا وأنزل له دواء، عرفه من عرفه وجهله من جهله، فإذا أصاب دواء الداء برئ بإذن الله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا الحبيب المحبوب سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين. اللهم ارفع عنا هذا الوباء، اللهم ارفع عنا هذا الداء، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تعاملنا بأعمالنا، ولا تعاملنا بما فعل السفهاء منا، اللهم عاملنا بجودك وإحسانك وكرمك، فإنك أهل الجود والتقوى والمغفرة. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا، اللهم احفظنا بحفظك، اللهم احفظ أهلينا، اللهم احفظ زوجاتنا وبناتنا وأبناءنا وأنسباءنا وأقرباءنا وأحفادنا من كل سوء ومن كل مكروه برحمتك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. اللهم الطف بإخواننا في المخيمات، اللهم الطف بنا، اللهم الطف بإخواننا المعتقلين والمعتقلات والنازحين والنازحات والمهجرين والمهجرات، وعدهم إلى أهليهم وذويهم وأوطانهم وبلداتهم وحاراتهم وقراهم سالمين غانمين آمنين مهللين مكبرين برحمتك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. اللهم دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا برحمتك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالد والدينا ولمشايخنا ولوالديهم ولمن مات من أصولهم وفروعهم، واغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم عجل بالنصر القريب والفرج العاجل لنا ولجميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها برحمتك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. جزاكم الله خيرا إخواننا في البيت الحمصي وإخواننا الطبيب الدكتور زاهر والطبيب عبيدة وإخواننا الذين شاركوا في هذه الأمسية المباركة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربنا تقبل منا بسر الفاتحة.